بالراحة بيكم، وعاوزين نشرح لكم هدف الدورة السريعة دي اللي هو على مستوى جمعتين بس، النهاردة والجمعة الجاية، وتركيزها الشديد على الموضوعات الجسدية أو الجنسية في خدمة الشباب. سموها وعي ثقافي، وعي جنسي، سموها دورة تدريبية في موضوع العفة والطهارة، زي ما تسموه. السبب الأول الدورة دي أنه اكتشفنا، أو أنتوا عارفين من قبل ما نكتشف، أن الخطايا الجنسية منتشرة قوي بشكل عنيف في كل المناطق، وبالأخص المناطق اللي ما فيهاش وعي ساعات تبقى أكتر. وولادنا الشباب إعدادي ثانوي ابتدائي كمان ساعات يبقى عندهم تساؤلات، يا إما خايفين يقولوها، مكسوفين يقولوها، يا إما مش عارفين يعبروا عنها، يا إما بيسألوا حد غلط فيها. ولأن المعلومات غلط غالبا النتائج وحشة والخطايا أكتر. في الأول غرضنا أنك كخادم تبقى فاهم الدنيا صح، وفاهم النظرة المسيحية للجسد وللجنس، تعرف تجاوب ببساطة على الأسئلة اللي يسألها لك ابنك في مدارس الأحد أو بنتك في مدارس الأحد، تقدر تحافظ على نقاوة فكرك. نصف الموبايلات دي كخادم، وفي نفس الوقت ترقى بمستوى مخدوميك إلى العفة والطهارة اللي ربنا يسوع مستنيهنا منها. أنا أحاول ما أكترش في الكلام، لأن بعد الفول طبعا القصة خلصت. هحاول أتكلم ربع ساعة، مش عارف أقولها إزاي في ربع ساعة اللي أنا عاوز أقوله ده، علشان ندي فرصة للأسئلة أكتر. إن أنا أقول لكم كذا حاجة، الخدام جايبين ده للكل، يا دكتور وجيه ده للكل، أوكي، جايب لنا كتيب لطيف قوي، يا ريت ده يخلص في نص ساعة ربع ساعة. كل واحد هياخده بعد ما نصلي النهاردة. الجمعة الجاية مكثفة أكتر، يعني بدل محاضرتين ثلاث محاضرات، هيختمها الدكتور فيكتور سامي من 4:30 ل5:30. فاعملوا حسابكم إن شاء الله كان لنا عمر الجمعة الجاية، يعني نوزع عليكم قهوة عشان تصحوا شوية ويبقى التركيز أعلى. مرة جاية كمان هنحاول يكون نتوزع عليكم زي سي دي كنا عملناه لتساؤلات الشباب حول الجنس، سي دي للولاد، وتساؤلات البنات حول الجنس، سي دي للبنات. بس ده ليه كنتوا كخدام، يعني هما كانوا بنات ثانوي أو ولاد ثانوي اللي بيسألوا الكلام ده، وتسجل أوديو فيديو يعني صوت وصورة، تقدروا لو على الكمبيوتر تسمعوا وتشوفوا يعني بنعمة ربنا أنا اتعاملت مع الأسئلة إزاي، عشان كمثل أنت ممكن ترد على الأسئلة إزاي، لأنه غالبا الأسئلة اللي موجودة في السي دي تمثل أكتر من 80% من الأسئلة، ما كانش أكتر اللي هتتعرض ليها في خدمتك كخدمة شباب. موضوعنا النهاردة حسب توصيات اللجنة المنظمة للمؤتمر بعنوان الجنس كما أراده الله. فأنا عارف أن كثير منكم أرى وسمع أنكم خدام، فأنا مجرد هنظم تفكيرنا، لكن يعني حاسس مش هضيف كتير، لأنه أكيد أنت كخادم وخادم شباب بالذات قريت شوية في الموضوع ده أو سألت أو عندك رؤية. يعني أول نقطة أحب نفتكرها دايما لما نتكلم عن الجنس هي قداسة الجسد أو تقديس الجسد. المسيحية ليها نظرة للجسد غير أي دين أو فلسفة. يعني الدين الآخر مثلا بينظر للجسد نظرة حقيرة مهينة. المجتمعات الشرقية بعيدا عن الأديان بتنظر للجسد برضو نظرة دونية. الفلسفة زمان كانت بتبص للجسد على انه شر والروح خير، ما في حاجة اسمها ثنائية أفلاطون، انه كل ما هو مادي هو شر فالجسد شر. الفلسفة دي داخلة في تفكير ناس كتير لغاية دلوقتي. المسيحية هي الوحيدة اللي بتقدم فكر رائي قوي عن الجسد. رائي يعني ايه؟ يعني بتقول ان الجسد ده هو اللي عمله ربنا بنفسه
كأجمل ما يكون في الكون ده كله. لما عمل الإنسان، تعرفين في سفر التكوين يقول رأى الله وإذا العمل حسن جدا. فأنت لما تقول السماء دي جميلة أو الشمس جميلة أو العصفورة جميلة أوي، لازم تقول جسدك أجمل، أجمل وأرقى. لما تقول الطبيعة دي جميلة، البحر ده جميل، كل حاجة عمله ربنا جميلة، صح. لكن كمان بالأكثر أنت كإنسان ربنا خلقك أجمل من ده كله. فأي نظرة فيها استهانة أو احتقار بالجسد هي الحقيقة إهانة لله نفسه. ليه؟ يبقى ربنا عمل حاجة وحشة، يبقى ربنا خلق حاجة غلط. وهتلاقوا إن في كتير من التربية الشرقية بتنفر من الجنس، بتكره في الجنس، ده مفهوم غير مسيحي خالص، وفي تزمت في الحتة دي، وده مفهوم منحرف. لأن ده معناه ببساطة، اقفل ورق من فضلك يا سماح، معناه ببساطة أن ربنا خلق حاجة غلط، فدي إهانة لربنا. إنما زي أي حاجة في الدنيا، ربنا خلقها، استخدامها خلي بالكم هو اللي هيحدد مسارها. استخدام كل شيء هو اللي بيحدد هل هيمشي حسب إرادة الله ولا هيمشي حسب إرادة عدو الخير. مثلا الفلوس، هل حد يقدر يقول الفلوس شر بذاتها؟ لا، الفلوس شوية ورق. الذهب هل هو شر بذاته؟ حاجة جميلة. اللبس، الأكل، كل الحاجات دي حاجات ربنا عملها. لما تاخدها من إيد ربنا وتشكر عليها، تبقى عطية من السماء، تبقى بتستخدمها صح، تبقى مقدسة. ليه؟ لأنك استخدامك لهذه المادة مقدس. لما تاخدها بقى وتستخدمها بطريقة غلط، الطمع في الفلوس، الشراهة في الأكل، التحويش الزيادة والاختناء بالذهب، يبقى أنت كده حولت المادة إلى إله، بوظت الدنيا. يبقى احنا ما عندناش أبدا أدنى احتقار أو استهانة بالجسد أو بالجنس، لأن ربنا خلق حاجة حلوة. إنما خايفين نستخدم الحاجات دي غلط، لأنه لو استخدمتها صح هشوف أجمل ما فيها، لو استخدمتها غلط يبقى همشي في سكة غلط. حتى هذا يقال على الخمور مثلا، المادة ذاتها مش خطيئة، لأن الألكول ده كحوليات بتستخدم في الأدوية، واخدين بالكم؟ الأفيون نفسه بيطلع منه مورفين بيستخدم في العلاج. لكن استخدام الشيء في غير مطرحه، في غير غرضه اللي خلقه ربنا، يبقى انحراف، يبقى تدنيس مش تقديس. يبقى التقديس مرتبط بأنك تحقق للمادة بما فيها الجسد الإنساني الغرض اللي اتخلق من أجله. والتدنيس هو أن ينحرف الشيء، إذا اعتبرنا الجسد أجمل شيء خلق، أنا بتكلم على الحتة الجسدية بس، يبقى برضو التدنيس هنا أنك تحطه في غير مطرح، لكن ما فيش حاجة غلط في ذاته. ده التعبير اللي لخصه بولس بآية كلكم حافظينها، لما قال كل شيء طاهر للطاهرين. كل شيء، كل شيء دي حط تحتها الأكل والشرب والفلوس والعلاقات الجسدية في الزواج، مستاهر للطاهرين. أما لغير الطاهرين والدنسين فليس شيء طاهر. فاهمين؟ يعني الوش الثاني بقى من الحقيقة، إن الخوم غلط منحرف ولا حاجة كويسة. يعني إيه؟ يعني حتى الشيء الطبيعي بيبصوله بنظرة غير طبيعية، فدنسوا كل شيء. يبقى قداسة الجسد أولا ترجع إلى فكرة الخلق، ربنا اللي خلق يبقى خلق كل حاجة حلو. تاني مبدأ مهم قوي كخادم لازم تبقى فاكره دايما، هو مبدأ التجسد. كون الله له المجد رضي يتجسد، يبقى احنا بالذات أكتر ناس ندافع عن قداسة الجسد. لأن لو الجسد ده دنيء أو حقير، يبقى دي يعني إهانة فعلا ان احنا نقول ربنا تجسد. انما احنا بنقول بمنتهى الهدوء والبساطة، ربنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا، لان احنا مش شايفين في الجسد الانساني حاجة وحش. واخدين بالكم؟
فكون ربنا رضي يبقى إنسان زينا بجسد متكامل الوظائف الطبيعية، ده معناه أن الجسد ما فيهوش حاجة غلط، بالعكس ده بقى إدى كرامة أكبر وأكبر للجسد. يعني إن كان الجسد مكرم لأنه خلق بيد الله فهو مكرم جدا لأن الله أخذ جسدا وحل بيننا. فاهمين المبدأ؟ يبقى عندنا نقطتين مهمين قوي، الجسد مقدس، واحد بسبب احفظوا بقى الخلق، اثنين بسبب التجسد، ثلاثة الأسرار، بسبب الأسرار. يعني ايه معنى كلمة سر؟ ايه في المفهوم الأرثوذكسي؟ ان في تعامل بيني وبين ربنا باخد منه نعمة بشكل حسي جسدي مادي، اللي بيسموها تحت أعراض منظورة. يعني ايه؟ كون جسمي بياكل المسيح، ينفع بعد كده اقول جسمي ده حقير؟ حقير ازاي ده بياكل المسيح اكل؟ لما يكون جسمي ده بيدهن بزيت الروح القدس، ينفع الجسم ده احتقره؟ ده بقى مدشن زيه زي المسبح اللي عندي في الكنيسة. كون جسمي ده نزل مية المعمودية فاتخلق من جديد هيكل الله، ده معناه انه مقدس جدا زيه زي اي حاجة غالية ثمينة في الكنيسة واكتر. يبقى قداسة الجسد تنبع في فكرنا الروحي من ثلاث ابعاد اساسية. البعد الاولاني الخلق بيد الله، يبقى ربنا خلق حاجة حلوة قوي. اثنين ها تجسد، المسيح تجسد يبقى الجسد مقدس. ثلاثة الأسرار، يعني أنا بتحد بربنا بهذا الجسد عن طريق هذا الجسد، كان بمية المعمودية ولا زيت الميرون ولا الجسد والدم ولا الصليب بتاع الاعتراف، أنا جسدي ده بيتقدس لأنه بيلمس المسيح نفسه. واضحة؟ طبعا ده معناه أنك بقى الجسد بالنسبة لنا أصبح هيكل لروح الله. يبقى الجسم الإنساني أنا ببص له منتهى الوقار والاحترام لأنه صار في نظري أنا كمسيحي هيكل مذبح. ما ينفعش طبعا تبص للمذبح أو الهيكل أي نظرة مهينة تبقى أنت غير مؤمن بالمر. دي أول نقطة. ماذا عن الجنس؟ ده عن الجسد ككل بما فيه من جنس. الجنس طاقة داخل الإنسان ضخمة جدا، طاقة ضخمة لدرجة أن فرويد قال ان كل ما هو انساني مرتبط بالجنس، كان زودها شويتين شرخ شويتين، لكن يعني من كتر ما هو الفكرة انه بيحاول يحلله الانسان دخل في حتة التحليل النفسي الجنسي، انه اي حاجة بيعملها البني ادم مرتبطة بالجنس بشكل ما، كان فيها مبالغة. لكن لا، على الاقل قريب من فكرة ان الجنس طاقة ضخمة داخل الانسان، وهي اساسا طاقة حب. خلي بالكم بقى، الجنس مش عضو في جسمك، مش أجهزة تناسلية، لا لا، حاول تفهموا المعنى دي كخدام. الجنس هو انرجي، هو طاقة، والطاقة دي زي القنبلة النووية، الطاقة النووية دي ممكن تعمل بيها أعمال خيرة ضخمة، ممكن تعمل بيها قنبلة نووية، مش كده؟ النهاردة في العالم كله بيتكلم عن حتة النووية وإيران ومصر هتعمل مفاعل ومش عارف ايه وقصص كده. ليه؟ عشان دي طاقة لو استخدمت صح هتبقى مفيدة جدا، هتتغني عن الكهرباء وعن البنزين وعن نور وعن حاجات كتير، انما لو استخدمت غلط هتولع الدنيا كلها. جنس كده. انما الطاقة دي طاقة حب. بمعنى ايه؟ هل الراهب او الرهبة ما عندوش جنس؟ عنده جنس 100% كإنسان، لكن هو أجبع هذه الطاقة في اتجاه الحب، فتلاقي انه ما عندوش معاناة، ما عندوش كبت لو هو شبعان بربنا. ليه؟ انها في الاصل طاقة حب، حتى لو لم تستخدم اجهزته الاستخدام المعتاد، فالطاقة طلع كلها في اتجاه الحب، فشبعان اكتر من المتجوز واكتر من اللي بيمارس جنس احيانا. ليه؟ لانها هو اكتشف المعنى ان الجنس طاقة حب. المكرس اللي بيخدم
معوقين أو فقراء أو مرضى حياته كلها وتطول مع التكريس. يعني إيه ما تجوز؟ لو هو مكرس صح، طاقة الحب اللي فيه مشبعة تماما، فما تلاقيش عنده لا كبس ولا معاناة ولا أي حاجة، وقد يكون أسعد حالا من المتزوج. أنا عاوز أوصل فكرة إيه؟ أن القصة مش جهاز بيشتغل، موضوع مش كده خالص، وإلا نبقى حيوانات. الجنس في الإنسان غير الحيوان خالص. في الحيوان زي الأكل والشرب، جهاز بيشتغل له وقت وله معاد وله فانكشن وله دور. إنما الجنس في الإنسان هو طاقة حب، وطاقة الحب لها أشكال كثيرة، منها المتسامي جدا زي الله وحده، الوحدة والترحب، منها الخدمي الإنساني خدمة المجتمع وماله برضو تدي ستشفاء تدي شبع تمام، ومنها الذي أراده الله وهو الجنس في الزواج، دي خطة ربنا الأصلية اللي عداها هو الاستثناء، ومنها هو الطاقة المنحرفة اللي تطلع قنبلة نووية بعد كده. تاني يبقى الجنس طاقة حب، أنا عاوزك تحفظوا التعبير ده، الجنس طاقة حب، عشان محدش لما يسمع كلمة جنس يجي في باله أجهزة وعمل جنسي. القصة مش كده يا جماعة، أرجوكوا الموبايلات الطفل، برضو الموبايلات ممكن تبقى استخدام مقدس واستخدام غير مقدس. ليه بنقول عليها طاقة حب؟ شوفوا الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، الحتة الجنسية في الإنسان، خلي بالكم اللي أقوله ده بس ما تقولوش أبونا هرطق، افهموها كده بالراحة شوية عشان ما تخضوش من اللي أقوله. الحتة الجنسية في الإنسان هي أكتر حاجة تشرح لك يعني إيه الله محبة والإنسان اتخلق على صورة الله. تقول لي لا ده أنت جبت الغرب في الشرق، في الظلمة في النور، في الجنس هندخله بقى في هو كده. استنوا بس اسمعوا تاني. الله حب، يعني ايه حب؟ يعني ربنا بيحب اللي قصاده جدا. طيب غرضك ايه من هذا الحب يا رب؟ التارجت بتاعك ايه؟ امنيتك ايه وانت بتحب البشر؟ خلي بالكم التعبير، يقول بقى المسيح يفتح قلبه كده ويكشف لنا السر، يقول اريد ان يكونوا جميعهم واحدا فينا. ايه ده؟ صدقوني ده تعبير اقرب الى الجنس. يعني ايه؟ يعني الحب لازم يوصل الى حاجة اسمها التوحد، الوحدة. التوحد مش بمعنى الوحدة يعني الموحود، يعني لا، اليونيون، الاتحاد. فربنا لانه بيحبنا جدا عاوز يعمل ايه؟ عاوز في الاخر يرتبط بينا، نبقى واحد معاه، يلزق لنا ويلزق له، نتحد به. شوف المعنى عميق قد ايه. حط فينا، لان احنا صورته ومثاله يعني نفس الختم، ختم بينا، ختمنا به، اللي هو شبه المسيح ده، عمل مننا اشكال صغيره. فاحنا فينا طاقه الحب، فعندنا ميل لهذا الاتحاد مع الاخر ايا كان الاخر. الاخر المطلق هو الله، والآخر النسبي هو الإنسان. كلام نظر فلسفي لخبط الدنيا ولا تاني، مش بعد الفول. تاني الله محب، سهلة دي ها؟ إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، ماشي؟ الإنسان محبة. يعني إيه الإنسان محبة؟ يعني على الأقل جواه طاقة حب هي أساس حياته كلها. طب طاقة الحب دي اتجاهها إيه؟ اتجاهها ان هي تحب اخر. لما يمارس الحب الصح زي ما قصد ربنا، يبقى ينتهي ان هو والاخر واحد. عشان كده تلاحظوا اول ما اتخلق الانسان تاني صفحة كان فيه موضوع ايه؟ الجواز. تاني صفحة في الكتاب بعد ما اتخلق ادم تلاقي على طول يقول لا يحسن ان يكون ادم واحد. ايه اللي لا يحسن؟ رجالة تكون تقول يعني ليه بس عمل العمل ربنا ده، وكان آدم وحده والدنيا جميلة وبيأكل براحته. لا، هو كانش ممكن يلاقي نفسه أبدا، ولا يلاقي السعادة، ولا يعيش معنى
مثل الله ما ينفعش وهو لحظة. إنما لما اتعملت له حواء معينا نظيره ساعتها على طول قال الكتاب لهذا، بقول لكم من تاني صفحة في الإنجيل، يترك الرجل أباه لسه ما كانش في أب وأم الكلام بس كقاعدة بقى للأجيال كلها، يترك الرجل أباه وأمه وإيه يلتصق دي جنس، يلتصق ده معنى الجنس، بس أنا مش معناه الفيزيكال الحسي، لا لا، معناه اللي قصده ربنا إن آدم لما يتحد بحواء هيدوق المعنى بتاع الحب الكامل، معنى الاتحاد، عشان لما ربنا يقول له آدم عاوز أتحد بيك يقول له رب كتير عليا قوي لكن ناريت حد طاير. عشان كده لما المسيح يدينا جسد ودمه فنثبت فيه ده اتحاد جنسي بس على مستوى الروح. عشان كده ربنا يسوع ما استكثرش ان يقول كما احب المسيح الكنيسه، يقول له حب كل راجل امراته كما احب المسيح الكنيسه. يعني طبعا لو قلتها لحد غير مسيحي يقول لك ده انت بهدلت ربنا، بقى تحط علاقتك بمراتك زي علاقه ربنا بالناس، مش انا اللي حاطه، هو اللي حاطه، هو اللي فاهمها كده، هو اللي عاوزها كده، هو اللي اراده ربنا. يبقى تاني نقول الجنس طاقة حب جوه الإنسان، لكن طاقة الحب دي موجهة في اتجاه الاتحاد بالآخر. الاتحاد بالآخر قد يحدث عن طريق الجسد زي الزواج، وصدقوني قد لا يحدث عن طريق الجسد. اديكم مثال، تصور معايا واحد عايش بيخدم راجل عجوز مسن بيحبه جدا، فلما المسن ده يتوجع الخادم ده يتألم في جسده، يبقى وصل لإيه؟ لنوع من الاتحاد. خلي بالكم ده راجل، ده أبوه مثلا، أبوه مفيش حاجة غلط في الموضوع، لكن كونه أبوه بيتألم هو حاسس بالوجع وسهران جنبه طول الليل ولاقي سعادته في رسالته دي، فما دي طاقة جنسية، دي طاقة حب. واخدين بالكم؟ لانه احملوا بعضكم اثقال بعض، يعني حصل ايه؟ حصل نوع من الاتحاد. عشان كده تلاحظوا الكنيسه تقول لكي تكونوا جسدا واحدا، يجي واحد بقى من اللي مش فاهم حاجه يقول لك يعني كلنا هنتجوز بعض، انت مش فاهم حاجه. لا، هو الجنس بمعنى الواسع بقى كطاقه حب، كلنا نحب بعض جدا فنحس ببعض جدا من غير ما نلمس بعض، لكن بنحب بعض جدا. كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم الى رجاء دعوتكم، ده رجاء الدعوه، يعني ربنا عاوز كده، عاوز كلنا ندوب في بعض في الاخر كاننا كلنا جسم واحد وكلنا اعضاء لبعض. واخدين بالكم تاني من المعنى؟ معلش عدوها مش وقتها. يبقى اول حاجه قلناها قداسه الجسد، قلنا فيها ثلاث كلمات، ها حد فاكر قداسه الجسد؟ لانه الله خلقه. اثنين تجسد. ثلاثة قلنا حاجة تانية، الجنس يساوي طاقة حب. ثلاثة هم أربع نقط فما تقولوش الهم، ثلاثة وفاضل أربعة. الجنس عطاء، بما أننا قلنا الجنس طاقة حب، كلمة حب عندنا جوه الكنيسة غير عكس في الشارع تماما، برضو الحتة دي لازم نفهمها كويس قوي كخدها. لما نقول كلمة حب جوه الكنيسة جوه الإنجيل نقصد عكس اللي بتقوله السينما والتلفزيون والشارع، العكس تماما. ليه؟ في الشارع الشاب اللي بيبص البنت يقول لك بحبها، عاوز ايه؟ عاوز اكلها على طول، يقول لك بحبها وتيجي كلمة عاوز بعدها على طول، عاوز. عاوز يعني ايه؟ يعني انا عاوز. ها شوف الجنس هنا ايه؟ اخذ، انانية. الجنس في الشارع كده مش حب خالص، بس هما بيقولوا الحب كده، يعني هو بيترجم كلمة حب الى يقول لك ما اقدرش اعيش من غيرها. طب مصلحتها مش كده؟ مش مهم مصلحتها، المهم انا. هذا ده حب ايه ده؟ هنا العكس تماما، هنا الحب معناه أنا ممكن أموت إذا كانت دي مصلحتك،
ده اللي قاله المسيح على الصليب. المسيح قال عكس اللي بتقوله الشرع بالظبط، قال اذا كانت مصلحتك ان انا اموت انا هموت على الصليب عشان انت تعيش للابد. يبقى جوه الكنيسه الواحد بيحب الناس، بيجي على نفسه عشان الناس، مش بيجي على الناس عشان نفسه. واضح الفرق؟ فطاقه الجنس كطاقه حب هو عطاء. عطاء بمعنى ايه؟ يعني الجنس الطبيعي اللي لسه داخل الجواز اللي هنحكي عنه اخيرا في الاخر، هو انه الرجل يعطي كيانه لزوجته وهي تعطي كيانها لزوجها، مش ان الراجل ياخذ زوجته لنفسه وهي تاخذ جسده لنفسها. هتقول ما هي هي في الاخر. لا، تفرق الشرق من الغرب. يعني ايه؟ تلاحظوا في اللغة الكنيسة يقول لك عقد إملاك. قبل الإكليل على طول في حاجة اسمها صلاة عقد الإملاك. الإملاك يعني إيه؟ يعني أنت تملك نفسك للآخر. أنت مش بتشتري، أنت بتبيع. برافو عليك. عقد إملاك يعني إيه؟ يعني أنت كعريس بتقف قدام المذبح وتقول أنا ملكت نفسي لزوجتي، وهي بتقول انا ملكت حياتي لجوزي. انت داخل بايع مش شاري. شاري يعني بتاخد، بايع يعني بتدي. طبعا كلمه بايع ضعيفه بس فاهمين انا اقصد ايه. انت بتدي. عشان كده مش ما ينفعش ابدا تنتظر كتير. انت كله حياتك بعد كده بتطالب نفسك مش بتطالب اللي معاك. فاهمين؟ زواج المسيح الصح ان الزوج دايما بيطالب نفسه كيف يرضي زوجته، والزوجه دايما بتطالب نفسها كيف ترضي زوجها. في اللحظه اللي بيفكر ازاي ارضي نفسي ما بقاش في الجواز المسيحي، ما بقاش بيحب مراته، طلع الشارع، خرج بره الخط، لانه بقى يفكر في نفسه، عاوز مراته ترضيه. مراته الدنيا ليه؟ طب مراته كويسه وهترضيه. لا، هو مجرد الموقف اتعكس، انه بقى قاعد مطرحه مستني اللي يخدمه، ما بقاش بيحب، بقى مستني يتحب، فبقت انانيه، بقت اخذ مش عطاء. فاهمينها ولا الفلسفه زادت؟ تاني، الجنس عطاء. عطاء يعني ايه؟ يعني اللي متجوزين منكم ممكن يفهموا الحته دي. لو شخص طرف من الطرفين كان اناني، يعني عاوز ينبسط في مخدع الزواج، على طول الطرف الثاني تتجرح نفسيته، يتجرح، لانه في طرف عاوز ينبسط مش مراعي الثاني حاسس بحاجه ولا لا، مبسوط ولا لا. تلاقي على طول في طرف بعد كده مل من الجنس ومش عاوزه. ليه؟ لانه اصبح الجنس بالنسبه له استغلال، استغلال مش حب. اللي متجوزين هيفهموا اللي انا بقوله، لكن انا بقولها كقاعده، ان الحب معناه انك بتملك نفسك للاخر مش بتمتلكه. عشان كده تلاحظوا بولس الرسول بالرغم انه ما كانش متجوز، بس طاقه جنسيه رهيبه، طاقه حب ما فيش زيها بولس ده، لانه لازق في المسيح. فهو بتول، لكن بيقول كلام دقيق جدا، يقول ليس للرجل سلطان على جسده بل لزوجته، وليس للزوجه سلطان على جسدها بل لرجلها. ايه هو ده بقى اسمه؟ عطاء، املاك. واضحه الفكره دي؟ يبقى الشاب اللي بيختلس نظره شريره البنت بيسرق حاجه مش بتاعته، ما فيهاش اي نوع من الحب. اوعى تسميها حب، قول عليها ايه بقى؟ شهوه، انانيه، سرقه، سميها اي لفظ وحش عشان تميز بين اللي بيسرق حاجه مش بتاعته وبين اللي بيدي نفسه للي بيحبه. دي غير دي خالص، فرق السماء عن الارض. فعلا دي ارضيه تماما ودي سماويه تماما. المسيح جه من السماء يدينا نفسه، والكنيسه بتذبح نفسها للمسيح كل يوم. هو ده الحب اللي المفروض نعيش زيه. والدنيا بتقول ايه؟ بتقول عكس كده تماما. خد، خد بالنظره، خد باللمسه، خد بالجسد، خد. فالدنيا ما فيهاش حب، فالدنيا دنست الجنس،
بوظته. حتى داخل الزواج، داخل حدود الزواج ينحرف الجنس، مجرد انه بقى نوع من الأنانية بقى جنس مشوه، برضو مش هو ده اللي أراده ربنا. يعني لو الراجل أناني مع امرأته برضو يبقى جنس مشوه، فاهمين المعنى؟ لأنه مستغل، هو مش بيحبها هو بيستخدمها، وبدل استخدمها يبقى هي نزلت من كونها إنسانة صورة الله ومثاله إلى شيء أكلة تستغل. قلنا أولا الجسد مقدس لأنه الله خلقه وتجسد ودنا الأسرار. الجنس طاقة حب داخل الإنسان، الجنس عطاء مش أخذ، الجنس عهد. يعني عهد، عاوزكم تاخدوا بالكم من حاجة بولس الرسول قالها جميلة شوية. لما تتكلم مع أي شاب مستهتر بالذات بره مصر، أو أي شاب بيمارس جنس بدون قواعد بدون مبادئ، يفلسف المسألة ويقول لك إيه، مش ربنا خلق الفم والبطن للأكل يبقى خلق الجهاز التناسلي للجنس؟ ليه لما باكل ما بتقولوش خطية ولما مارس جنس بتقوله خطية؟ الكلام ده من وقت بولس الرسول، فالحمد لله وفر علينا الإجابة. كان يقولوا إيه؟ الجوف للأطعمة، عاوزين يحطوا مكانها إيه؟ والجنس للزنا. ده كان شعار العالم كله، الجوف للأطعمة والجنس للزنا أو لممارسة الجنس. قال لهم شوف، الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف، والله سيبيد هذا وتلك. يعني ده وده شوية تراب في الآخر، إن كان إخراجات الجسم الإنساني أو هو الجسم الإنساني نفسه هيبقى تراب، مش كده؟ ولكن شوفوا الآية بقى الصريحة، ليس الجسد للزنا بل للرب. يعني دي حاجة غير دي خالص. الله، طب بس هما معاهم منطق، إنه طب الجهاز ده اتعمل ليه؟ زي ما البطن اتعملت للهضم، الجهاز ده اتعمل للجنس. عشان كده تلاحظوا بقى إن الجنس مش جهاز، طاقة. وهنا نقول كلمة مهمة قوي، إن الجنس في الإنسان كياني مش عضوي. يعني إيه؟ الجنس في الحيوان عضو يتلامس مع عضو فيعمله وظيفة جنسية، إنما الجنس في الإنسان شخص بني آدم يتحد شخص، فالموضوع مفهوش حتة الحرفية والعضوية والأجهزة. عشان كده الجسد ليس للزنا، ليه؟ لأنه ده مش مجرد عضو، إنما الجسد خلق ليتحد بالرب. يا شو كلمة أشعر، الجسد ليس للزنا بل للرب. للرب يا رب، يعني أنا جسمي ده أنت عامله عشانك؟ لا، عامله عشانك. أنا عامل بطنك تاكل وتعيش يومين وبعدين في الآخر نتفاهم، الأكل اللي كلته بطنك دي كلها تراب، انما انت على بعضك لا، انت معمول عشاني انا. طب عشانك انت عاوز مني ايه؟ انا حته جسد وانت اله غير محدود. ولا انا عاوز اسكن فيك، عاوز اتحد بيك، فانا عامل الجسد لي انا، عامل الجسد لي انا. فاهمين المعنى ده؟ الجسد ليس للزنا بل للرب، ده المفهوم المسيح. عشان كده بناخد العيل من صغره وندشنه ونقول له قدس للرب، ملك ربنا ايديه ورجليه وعينيه وراسه ظهره وبطنه، ملك الرب. عشان كده على طول بعدها يقول أفآخذ أعضاء المسيح. مسيحي يا رب؟ مسيح ماله بيا؟ لا، ما انت بقيت ملكه، ما انت بقيت حتة منه، فلو مارست خطية بحتة من جسدك يبقى خدت المسيح نفسه خليته يغلط. والحاشة مش ممكن، ليه؟ لأن القصة ما بقتش ملك وما بقتش الجوف للأطعمة، بقت الجسد للرب والرب للجسد. يبقى هنا وصلنا لنقطة تانية، انه الجنس في الانسان كياني. كياني يعني ايه؟ يعني القصة قصة حب بين شخصين، مش قصة تلامس بين جسدين. تلامس بين جسدين يبقى بقينا حيوانات، حب بين شخصين يبقى رجعنا بني ادمين. وعشان يكمل هذا الحب لازم له كلمة بقى اختم بيها فعلا،
الجنس في الإنسان هو عهد، عين ه دال، بمعنى. وطبعا كل حاجة على شبه المسيح. المسيح عمل ايه؟ تعهدنا، قال انا هتجوز الناس دول، يا رب دي ست بايظة خالص يعني، البشرية دي بلاش، فكر كويس، هتجيب لك الكافي، البشر دول مصابين، قال معلش بحبهم خلاص. طب هتعمل ايه؟ هتعهد. دخل معانا في عهد، قبل كده عهد قديم بعدين عهد جديد، عشان كده تلاحظوا انه في العهد القديم يقول انا هطلق امكم، هتلاقوها فوش على ثلاثة، يعني ايه؟ انا طلقت البشرية القديمة. ليه؟ عشان نفس الغرض اللي قاله المسيح، لانها زنت من ورائي، كان مستحملها في كل حد الا انها تفصم العلاقة بالزنا، فقال طلقته. عشان كده قال لنا في الجواز اوعى من دي، القصة قصة عهد، ربنا دخل معانا في عهد. العهد ده ايه؟ نفضل احنا وحشين، ربنا يعمل ايه؟ يديك ظهره؟ بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ ده مسألة عهد، مسألة كلمة، التزام. فحين يبدأ العهد يبدأ الاتحاد، خلي بالكم. وعشان يختم العهد لازم يمضي ربنا عليه، وده الفرق الضخم بين جنس في الجواز المسيحي وجنس بره الزواج المسيحي. في الجواز المسيحي ينطبق عليه كلمة كتابية مهمة قوي، ما جمعه الله. بس ممكن يجي شاب بسيط لذيذ كده في اعدادي او ثانوي يقول لك مش فاهم، يعني تفرق ايه جنس بين راجل ومراته وبين راجل واحدة، اي واحدة ست، ما هو جنس؟ لا، في الجواز ما جمعه الله، دخلنا في عهد ومضى عليه ربنا، بقى مش بس حلال، بقى حسن جدا. فاكرين البداية؟ بقى آدم وحواء، بقى مفرح جدا لقلب الله، بقى أجمل حاجة في الدنيا دي. شوفوا ازاي؟ الجنس اللي عاوزه ربنا، بقى أجمل حاجة خلقها ربنا آدم وحواء، تاج الخليقة كلها. إنما لو طلعنا بره التجميعة دي، بره التوقيع الإلهي ده، بره العهد، يبقى الكلمة الوحشة اللي بنكرهها الزنا أيا كان شكله، يبقى لم يجمعه الله، يبقى في سكة عكس ربنا، يبقى تنتهي إلى جهنم. تحطيم الإنسان أولا وجهنم ثانيا. يبقى أنا قلت خمس كلمات تقريبا. الكلمة الأولانية أن الجسد مقدس، حطينا تحتها ثلاث كلمات، الخلق، تجسد، الأسرع. قلنا الجنس الحب، الجنس طاقة حب. ثلاثة قلنا الجنس عطاء مش أخذ. أربعة قلنا الجنس عهد. وقلت ضمنيا خمسة، الجنس كياني مش عضوي. أنا خلصت كلام. لو كنت فهمت حاجة، لو ما فهمتوش مش مهم برضو. طبعا الكلام ده مش هيتقال للعيال، يعني عاوز أقول إيه، صعب تجيب واحد خمسة ابتدائي تقول له كياني مش عضوي، يدوخ منك ويقول لك الأستاذ يهلوس. لا، إنما أنا يهمني يبقى الخادم شايف الدنيا منورة كده، شايف الدنيا حلو، شايف الصح من الغلط كبير، يعني واضح جدا فرق الزواج عن الزنا، فرق فعلا الملكوت عن جهنم بنفس الدرجة، فرق المسيح عن الشيطان بنفس الدرجة، فتبقى الحكاية واضحة صريحة. الخطوبة هي الكلمة اللي بولس والكاثوليكون والابراكسيس والانجيل، ربنا ادانا كلمة، ادخل بقى قرب، ادخل على المخدع جوه عشان ايه؟ تبقى واحد مع المسيح، كل جسده ودمه تبقى معاه واحد. شوفوا الرقي اللي بنبص، بنستخدم الجواز في كل علاقاتنا مع الله بمنتهى الشياكة والاحترام، لاننا شايفين الجواز حاجة كبيرة قوي، والجنس في الجواز حاجة نقية جدا ورقية جدا وحسن جدا. عشان كده لما طلعت بدعة من القرون الأولى تحدد مقاوت النظرة للجواز، بطرس الرسول يقول لي ليكن المخدع طاهر، ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس. يعني اوعى حد يبص على الجواز على انه حاجة مش مقدسة
أو أنه مضجع الزوجية دنس، اللي هيبص البصة دي يحرم من الكنيسة، كان يعتبر هرطوق. شوفوا إزاي؟ يعتبر هرطوق وممكن يمنع من الإصرار لأنه دخل في هرطقة، لأنه أهم ما خلقه الله. اللي عنده سؤال يسأل براحته بقى. بصوا انتوا طبعا عارفين الأسئلة الشبابية، الخطية تبدأ بنظرة أو كلمة أو لمسة، ثم تنتقل إلى فكرة، ثم انفعال جسدي. أي خطية شهوة جسدية كده تبدأ الإثارة بالحواس الأول، وقد تبدأ زي سؤالك بفكرة من الرصيد السابق. واخد بالك؟ يعني واحد شاف منظر وحش فكره اشتغل، جسمه اشتغل. أو واحد طلع فكرة من القديم يعني تعبته. كل ده جهاده هو جهاد الهروب. الهروب يعني يحرس عينيه ويحرس ودانه ويحرس جسده، والصلاة المستمر والأسرار. دول أهم ثلاث كلمات: اهرب، صلي كثير، أسرار. أسرار يعني اعتراف وتناول. طبعا الفكر خطير طبعا، بس شوف القديسين برضه عشان ما يتقلوش علينا قالوا الفكرة الأولانية هنعتبرها إيه؟ مش بإرادتك. يعني إيه الخطة الأولانية دي؟ إنما أول ما تفتح الباب ليها وتدي دية كمان تفكر، بقت بإرادتك، بقت خطية. يعني ساعات تيجي فكرة عابر كده تهش زي الدبان وما تركزش فيه، خلاص. آه زي الطير اللي فوق الراس، تمام. ها مين هيقول ايه؟ ماذا اقول للاولاد حرفيا؟ عندي اطفال في اعدادي وابتدائي مش عارف اتصرف. ما تبع السؤال، اسالوا اي سؤال هيسالوه لاي اهل واحنا نجاوبكم. قول لي السن بس وانت بتسال. سؤال جديد عليا على فكره. بنت في خمسه ابتدائي سمعت في التلفزيون اتفرجت فبيقول ايه العيب من الراجل، فبتسال وهو الراجل بيخلف عشان يبقى لعيب فيه؟ طيب معاه حق بصراحة. نقول لها ايه اللي في خمسة ابتدائي؟ نقول لها ما هو البيبي ده بيجي لما يكون الراجل ومراته الاتنين جسمهم سليم وبيحبوا بعض، فيمكن في حاجة في جسمهم مش سليمة فما بتعملش البيبي، لأن الراجل ده هو بيبقى أبوه لأنه جسمه بيشارك في خلقته. على قد التعبير ده هي مش هتسأل تاني. يعني خلي بالكم الأطفال الصغيرين مش عاوزين تفاصيل كتير، اللي بيدخل في التفاصيل ثانوي، اللي بيبقى عنده أسئلة تفصيلية أحيانا، إنما ابتدائي أي إجابة تشفيه ترويه، إنما غلط جدا تقول له عيب، ما تتكلمش في الحاجات دي. لو عملت كده تبقى أذيته. ليه؟ إذا دخلت القلق في قلبه، والقلق هيدود الأفكار، ودخلنا في ساقية هيسأل بره، هيسأل بره انت اللي هتشيل المصيبة بعد كده. اشكرك ماهر، قال حاجة لطيفة جدا فعلا، عالم النبات والحيوان قد يكون مقدمة نقية لشرح الجنس فعلا. ليه؟ عارفين تلقيح الزهور بتبقى ياخدوا حبوب اللقاح من زهرة تروح زهرة تاني تقوم تطلع بعد كده. مش فاهم قوي في التفاصيل بس انتوا فاهمين. طب ما هي نفس الفكرة، في بذرة تيجي من الكائن إلى الكائن الآخر وتنتج عنها الحياة الجديدة. لكن تتقال بشكل نقي. بصوا مهم جدا اللي بيرد لا يكون قلقان ولا منفعل ولا مخضوط ولا وشه أحمر ولا يزعق ولا يشخط ولا يعرق، لأنه العيال وان شافت الحاجات دي يبقى دخلنا في حتة غلط. إنما لقت الدنيا سهلة وعادية مش هتفكر في المصائب، مش هتنشغل بالمواضيع زيادة. إنما لو لقت الانطباعات غريبة يبقى إحنا دخلنا في حتة غلط، يبقى نستحلى بقى نقعد في الأوضة الضلمة دي ونفكر كتير. نعم يا حبيبي. طبعا بص، هو بولس الرسول قالها بطريقة مهذبة نقية، قال الأعضاء التي ليست لنا فيها جمال نعطيها كرامة أفضل. يعتقد إنه كان يقصد الأعضاء الجسدية أو الداخلية. ليه؟ لأنه ما يخفيه الإنسان هو ما يكرمه. واخد بالك؟ فالكرامة للأجزاء اللي متغطية أكتر من الأجزاء الظاهرة.
فالإنسان بطبعه بيخفي أعضاءه الداخلية لأنها أكثر كرامة، مش لأنها حاجة وحشة، لأنها حاجة غالية أو فبيخبيه. ببساطة كده. هل الجنس فقط هدفه الجنس؟ لا. هدفه الولاد يعني الخلف؟ لا. الجنس في المفهوم المسيحي هدفين كبار: الاتحاد اللي هو تحقيق الحب، اتنين شركة مع الله في الخلق. عشان اتنين مش دايما موجود. افرض مثلا الناس جابت عيال واختفت، هل لازم يقف الجنس بينهم؟ ليه؟ بدل متزوجين هيفضلوا كيان واحد في المسيح حب. افرض اتنين ربنا ما ادالهمش عيال، هيمارسوا جنس ولا هيقولوا خلاص احنا ما ينفعش نجيب عيال؟ بدل متزوجين في المسيح ما يمارس. ليه؟ لان الغرض هو الاتحاد. فاهمين المعنى؟ فالموضوع مش هدفه فقط الانجاب، والا يبقى لازم تقف العلاقه. طبعا اللي انا بقوله في سطرين ده خد حوالي 7 قرون مناقشات. قصه هل الجنس من اجل الزواج، من اجل الانجاب او الاتحاد او كليهما؟ لكن ده راي الكنيسه دلوقتي، لا، الجنس للاتحاد بلس اور ماينس الانجاب، يعني زائد او ناقص الانجاب، جاء او مناقش. لانه الغرض الاساسي ما جمعه الله، ما حطش هنا في حاله وجود طفل، لا. والا ممكن يقولوا طب ما ينفصلوا بعد ما يجيبوا عيال. لا، ما بنقولش كده، الاتحاد مستمر. بابا وماما جابوني ازاي؟ طبعا في خدام يقولوا ايه؟ خدوك من الكنيسه حبيبي، لقوك في الكنيسه وخدوك، او راحوا لابونا، او اشتروك، او مش عارف المصايب بقى اللي بنسمعها. طبعا ده كلام غلط خالص. لا، لان بعد الجواز ربنا بيحط في بابا بذرة، والبذرة دي تروح لماما، وبعد ماما بتبقى جواها انت بتتكون حتة بحتة بحتة صغيرة، بعدين بتولدك. ببساطة شديدة الكلام ده، الطفل لا يحصر من الكلام ده، طفل نقي. بصي في التفاصيل ما تقلقيش قوي، برضو بالك ما تقلقيش في التفاصيل مع السن الصغير. في السن الكبير مش محتاجة تشرحي، هما اللي بيشرح. سن ثانوي دول ربنا يرحمنا منهم، دول بخاف عليكم انتوا كخدام منهم، بس طبعا معلوماتهم مش كلها صح. ما علاقة الأب بالمولود؟ برضو حاسس ان العيال عندها نقمة على الأباء، فكانت تفضل ان الحكاية ما يبقاش فيها أب. بصوا في كتاب لطيف برضو نبقى نجيبه حتى للبيع بالتخفيض يا دكتور، نزل الأسبوعين اللي فاتوا بس، اسمه بدون إحراج للدكتور عادل حليم. في حوالي 100 سؤال بيسألهم الطفل أو الشاب والإجابة النموذجية. فكتاب مثالي اسمه بدون إحراج، نبقى نجيب 100 نسخة للي يحب. يعني بيقول لو حصل حالة زنا، هل الراجل لو عاش مع امراته تبقى غلط؟ لا طبعا. لا، على فكرة الكنيسة لما بتقول ان الطلاق في حالة الزنا فقط مش بتفرض الطلاق، لا. في فرصة كده. بمعنى ايه؟ افرض الراجل انحرف ومراته عرفت، لكن هي مسامحاه، الكنيسة تشجعها جدا وتساعده انه يتوب ويكملوا حياته. ولو الست حصل كده برضه بتشجعها تسوب، ولو الراجل قدر يسامحها بيكمله. انما لو كانت الحياه يعني هو كسر العهد، فلو كسر العهد ومش قادر يتوب، خلاص الكنيسه ما تدش على الطرف المظلوم وتجبره. يعني لو بخيل بتجبر مراته تعيش معاه، تقول لها المحبه تحتمل كل شيء. انما لو وقع في الزنا تقول لها انت عاوزه ايه؟ هنا تخير، لكن تشجعها انها تكمل. خلي بالكم، لكن ربنا يسوع حط لنا مثل ده عشان يورينا بشاعة الزنا، ان هذا العهد العظيم جدا لا يكسره الا الزنا. لكن حتى الكسر ده اختياري، فالموضوع مرتبط بالتوبة اساسا. احلام اليقظة ومتعة احلام اليقظة والعادة السرية. شوفوا برضو كلمة العادة دي معناها
هو محاولة الإشباع الذاتي بدون آخر. بمعنى إيه؟ في أشكال كثيرة ممكن يبقى الشاب مجرد أفكار بس تثيره، أو البنت تقعد تتخيل نفسها في علاقة جنسية فيحصل إثارة في جسدها فتنفعل كأنها زوجة، أو الشاب ينفعل ويقذف كأنه متزوج. طبعا دي خطيئة بداية من الأفكار، إنما أحيانا تيجي ملامسات بنفسه، أحيانا ملامسات مع طرف آخر، كل دي خطايا، درجات من النفس الخطيئة، درجات من الشر. خلي بالكم بس إن العادات في الشباب وليدة أكتر من دافع، لأن ساعات يبقى كلكم فاكرين إن دافع الشهوة بس، ده في 70% من الحالات بيبقى الشعور بالإحباط أو الفشل أو الاكتئاب أو القلق الشديد أو الحزن الشديد هو الدافع. بيبقى الإرهاق النفسي الشديد هو اللي بيخليه يطلع في الموضوع ده، يعني بيبقى مش حابب ومفيش حتى حاجة زيادة في خيالاته، إنما من كتر الضغط النفسي بيعمل كده. وعشان كده العلاج الروحي السليم هو إنك تدي ثقة للشاب، تأكده إن ربنا بيحبه، تخليه يلاقي نفسه في نشاط وفي رياضة، تخليه يحب نفسه ما يكرههاش. لما نفسيته تهدى 70% من الضغط في الموضوع ده بيروح. طبعا في بعض البعض يتلذذ بقى بالمناظر والأفكار، دي حتة شهوة برضه علاجها الصلاة، هروب، التوبة المستمرة والإصرار. لكن لازم تفتكروا إن كتير أوي بالذات في البنات كل اللي بيقعوا في الحاجات دي أكتر من 90% ضغط نفسي. يعني في الشبان أول ممكن 60-70%، في البنات 90%. بيبقى الحكاية كلها ضغوط نفسية أو خبرات سيئة. يعني إيه؟ يعني هو طفل حد لمسه بطريقة مرة واثنين وثلاثة فاتبرمج على هذا النوع من الإثارة، فحب يوصل لها لوحده بنفسه بعد كده، فدخل في العادات الرديئة. إنما مجرد إنه يكشف قلبه لا باعترافه يفضح الخبرة السيئة دي تطلع للنور، نفسيته تهدى، إلى أب اعترف يقول له خلاص حبيبي اللي فات مات، ما يهمكش أنت كنت صغير وما تعرفش حاجة، بس حاسب بقى ما تسيبش نفسك للخبطة دي تاني وخلاص. ما يلاقي الموضوع أبسط مما كان يتخيل، نفسيته تهدى جدا، ينطلق في حياته ويبقى سعيد ويبقى واثق من نفسه والدنيا تبقى شكلها حلو. فالموضوع ده ساعات قاعدة واحدة تفرق مع الإنسان طول حياته. يدوركم كخدام قاعدة واحدة تساعد ابنك أو بنتك يطلعوا من الرعب أو القلق أو الهزيمة القديمة أو الخبرة السيئة وتطلع للنور كده ويشم نفسه، ممكن يعيش حياته طول عمره سعيد. بينما لو فضل الكبت في الموضوع ده حتى لو اتجوز ممكن يبقى تعيس، وممكن تبقى النظرة مشوهة، وممكن يبقى التدين نفسه غير سليم، وممكن تبقى كلاكع ملهاش آخر. حد عنده تعليق تاني؟ عايزين نروح. 100% يا جماعة، انتوا اقول تعبير بس ما تاخدهوش لاهوتيا، انتوا بتشتغلوا نص الثلاث اربع اب اعتراف في الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني ما تتخضوش قوي، بالذات انتوا اكبر منهم في السن وانتوا عندكم وعي عنهم. ما تتخضيش لما بنت تبقى تعبانة مش قادرة توصل لابونا، او ابونا نفسيا بعيد عنها وعاوزة تحكي لك انت المس ان حد لمسها لمسة تعبانة، والحد ده يمكن قريب ليها اخ ولا عم ولا اب، والموضوع ده مجننها وتعبها نفسيا جدا. طب ما تسمعي، ربنا طبعا محتاجه روح صلاه عشان انت ما تتعبيش وانت بتسمعي، يعني تتاذي ودانك. انما كأم او كاخت كبرى ريحيها، وبعد كده لما تثق فيك وترتاح قولي لها عارفه بقى لو قلنا الكلمتين دول لابونا عشان الافكار اللي ليها سلطان علينا دي تاخد بقى رزعة بالصليب كده عشان ما ترجعش تاني، تعيشي مبسوطة طول عمرك. فأثرت المأمور، انت اللي هتاخدي الجولة الأولى الطويلة اللي فيها أخد وعطا وتطيب خواطر وتشجيع مستمر وسمع أسرار، وهي تروح لأبونا في نص دقيقة تقول له اتعرضت زمان يا أبونا لحد ضايقني، أو في حد لغاية دلوقتي بيلمسني وساعات مش بعرف أبعد عنه. هي هتقولها مختصرة لأبونا غصب عنها كويس قوي، انما هتقولها لك بشيء اكتر من التفصيل. طب وماله؟ ريحيها. طبعا انتوا عارفين كخدام ما تستنوش ان الولاد يسحبوكم في اتجاهات الخبرات السيئه. يعني ايه؟ التفاصيل لا تعنينا،
التفاصيل الزيادة تأذينا، فإحنا لازم نبقى خايفين على أولادنا وأفكارنا، وبالتالي إحنا ما يهمناش، إحنا خلاص عرفنا المشكلة إيه، خلاص خلينا ندخل في الحل على طول بدل ما نغوط في التفاصيل اللي ممكن توجع، إلا لو تفاصيل مهمة تتعرف زي مين الشخص وإيه ظروف الأوضة وإيه ظروف البيت وليه بيتكرر الموقف ده، خلاص يهمني لأن ده يدخل في العلاج، في علاج الموقف لازم يكون في حل عملي. هل لو إنسان وقع في العادات دي فترات طويلة إذا تاب يرفع الله غضبه؟ طبعا كل مرة بيتوب ربنا بيحبه أكتر، ولا ربنا هيحوش له عقاب؟ لا لا لا، بلاش التخويف ده، لا لا، ربنا عارف إن الإنسان ضعيف والظروف أحيانا تكون صعبة، ربنا طيب جدا. وافتكروا دايما القصة اللذيذة اللي في البستان، راهب فضل يتحارب بأفكار الشهوة 50 سنة، تخيلوا بقى يعني بقى سنه 70-80 وبيقع في أفكار خاطئة، وجاب الشيطان وهو عجوز قال أنت ما عندكش دم يا أخي، لسه بحاربك وأنت عجوز بفكر الشهوة، قال له أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة، أنت توقعني وأنا ربنا يقومني بالتوبة، قال له وأنت وأنا مش هجربك تاني لأنك خدت أكاليل قد كده على قفايا، ما قالوش على قفايا غالبا بس بس يعني هو التوبة هي اللي اتحسبت مش الخطية هي اللي اتحسبت، فاهمين المعنى؟ الفكرة دي مريحة جدا، كل مرة ترجع لربنا رجوعك ده غالي قوي عند ربنا، أما الوقعة اللي وقعتها اتمسحت، طب دي حاجة جميلة قوي، يعني محسوبة لك مش محسوبة عليك دايما، فطبعا ده شيء مشجع.